وصلنا لفقرة رح نحكي فيها عن المكملات الغذائية، واليوم في كثير من العقاقير عم تنعطى والهرمونات. بلشوا الصيف الرياضيين والشباب، تذكروا هلا ليا بدنا عضلات وفي روحة مسابح، بدنا مفعول بأسرع وقت. تماما، بدنا هي السرعة اللي عم تحكي عنها، وكثير بنشوف نحن عن طريق الانترنت في ترويج لهي المنتجات. ما مدى خطورة اليوم من الفئات العمرية اللي فيها تاخذها وشروط استخدامها؟ كل هاي التفاصيل رح نحكيها اليوم مع الكوتش هاشم لبابيدي. يسعد صباحك. اهلا صباحك. اهلا وسهلا فيك كوتش. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه مثل ما قلنا، يعني الشباب هلا تذكروا مسبح وبحر ولبس ضيق، صار لازم نعمل عضلات وحركات وجسم مثالي ونروح الكرش باسرع وقت. كان صح. خلينا نحكي قديش غلط انه ناخذ مكملات غذائيه بجرعات خاطئه، قديش غلط انه يمكن نحقن ابر هرمونيه. خلينا نحكي كل هدول القصص قديش يمكن بتضر اذا اخذوا جرعه زائده. تمام. هلا هذا اكيد هذا شيء كثير مضر انه نحن ناخذ هرمونات او ان نحن نلجأ للمكملات بشكل اساسي. نحن لازم اول شيء نعتمد على الغذاء الصحي، هو هذا الشيء. كمية يعني نحن ناخذ كمية البروتين، كمية الكارب الكافية لجسمنا لنعمل منه فورما، اهم بكثير من نحن ما ناخذ هرمونات ونضر جسمنا بشكل كثير كبير وضرر ناثر على جسمنا بضرر كثير كبير. طيب كوتش، كنا عم تحكي عن الضرر، شو هو الضرر اليوم اللي ممكن تسببه هي المنشطات والهرمونات على الجسم؟ تمام. هلا الهرمونات ممكن تعملنا قصور كلوي، ممكن تعملنا تشمع بالكبد، هبوط سكر مفاجئ، ممكن تعملنا اضرار بشكل اساسي على السبيرم يعني او على الحيوانات المنويه او تسبب عقم. تمام. كوتش، كثير خلينا هيك شوي ننتقل للصبايا. كثير من الصبايا بيقولوا لك انا بدي اسمن، انا بدي انحف. فقديش اليوم المتممات، المكملات، الهرمونات بتساعد ولا بتاذي؟ اكيد هلا للصبايا كمان في اسلوب خاص لنتعامل معهم. يعني ما بيصير يعني اجباري بدها تتبع هي كوتش، ما بيصير انه استقلاب الصبايا سريع اسرع من عند الشباب. تمام. يعني في احتمال انه هي تصير عندها ضخامه عضليه بشكل سريع، فلازم انه هي تتبع كوتش او انه ما تخربط او تكثر بالمكملات او شيء، لانه يعني خلص تعتمد على الغذاء. طب برايك مثلا الكوكتيلات الفريش الطبيعيه لازم قبل التمرين ولا بعد التمرين، وقد ايه وقت لازم؟ هلا هي قبل التمرين او بعد التمرين، يعني هي الحالتين غذاء، عرفتي؟ يعني حتى بعد التمرين ممكن تكون مفيده، او قبل التمرين حتى اذا بدها تنحف او بده ينحف، ان هي قصدها تنحف. هلا هي بالنهايه غذاء، عرفتي؟ يعني بدها تحسب كميه الكارب والبروتين، تحسب كميات اللي هي بحاجه لجسمها حسب طبيعه جسمها. بقال هي بقال انه يا بدها انه يا بتنحف يا اما بترجع. تسمع كوتش، بنشوف كثير هيك شباب صغار اسا يعني تحت 18 سنه نحاف مثلا او جسمهم هيك مانو كثير مكتمل، فبيقول بدنا نروح على النادي فورا. بهذا العمر يمكن حضرتك تعرضت لحالات بيطلبوا ياخذوا مكملات او هرمونات، بتنصح بهذا الشيء بهذا العمر؟ هلا اكيد لا، ما لازم نحن نبلش برياضه كمال الاجسام قبل 18 سنه. لانه ما بيكون لسه عند الشباب النمو اكتمل، فبسبب اضرار على العمود الفقري وامراض اخرى، يعني او اضرار اخرى بتسبب على جسمه. المكملات الغذائيه بالفتره الاولى هلا ما اظن لها داعي ابدا، يعني لازم يلجأ للغذاء الصحي. تمام. لانه الواحد بده ياخذ يلجأ للمكملات الغذائيه بيكون عنده يعني انه هو ما عم ياخذ كميه البروتين او كميه الكارب الكافيه، فبيلجأ للمكملات الغذائيه ليتمم الرقم المطلوب منه او النسبه اللي هو لازم ياخذها من الكارب والبروتين والسعرات الحراريه والى اخره، هيك شغلات. تمام. كوتش، كحد طبيعي باليوم قديش لازم الواحد يلعب رياضه او بالاسبوع، او كم دقيقه لازم يلعب، وشو هي الرياضه المثاليه للجميع يلي هي مستحيل تضر مثلا مثل المشي مثل السباحه؟ تمام. هلا 40 دقيقه، 35 ل 40 دقيقه سبب او انه وقت كثير كافي للتمرين باليوم. اي ما لازم يكون انه ساعه وساعتين وثلاثه، اكيد هذا الشيء حيسبب هدم عضلي، ما حيسبب ابدا بناء عضلي. رياضه مناسبه، هلا رياضه كمال الاجسام هي رياضه بس يعني احنا عم ناخذها بشكل غلط.
ما بفوتوا بيقول لك دغري بدي اعمل انا عضلات، دغري بده ياخذ ابر، دغري بده ياخذ مكملات. هذا الشيء طبعا كثير غلط. رياضه مناسبه تكون يعني السباحه مهمه، كل الرياضات منيحه. طيب كونه عم تحكي هيك عن بناء الاجسام كأن الرياضه هيك شوي الى رغم اهميتها الى شوي محاذير بالتعامل معها، كيف لازم يتعاملوا مع اليوم الشباب لهي الرياضه بناء الاجسام؟ يعني شو الشروط اليوم اللي لازم تتواجد او يوفروها اليوم لحتى يقدروا يمارسوا هي الرياضه؟ هلا يكون في نوم كافي، تمرين بشكل صحيح، انه هو ما يشوف حركه على الانترنت ينزل يعملها، هي العضله بتكون مو له اساسا هي الحركه، تمام، او مو لعضلته، مو لشكله العضلي. يعني يتمرن بشكل صحيح، نوم كافي، غذاء صحيح، هذا الشيء كافي كثير لانه هو يعمل جسم بدون لا مكملات ولا حتى هرمونات. طيب خلينا نحكي يعني اي حدا بلش بالرياضه، بلش الجيم، التزم مع كوتش والتزم بغذاء صحي وصحيح، بعد فتره من بدات اخلاقه وقف، قد ايه هذا الشيء ممكن يضر؟ بتراجع الجسم ولا بتتراجع العضله ولا ممكن انه اذا رجع يرجع كانه من اول وجديد، ولا لا في هيك يكون شوي اكثر مرونه عن الشخص العادي اللي ما بيلعب رياضه؟ لا هلا اكيد الجسم بيرجع مثل ما هو، مثل ما كان، يعني كانه ما هو لاعب رياضه، بيرجع الجسم لطبيعته اللي كان هو فيها. طيب خلينا نحكي كوتش كمان عن استخدام هي المكملات والهرمونات الى شروط، يعني مثلا نشوف الشخص فورا اول ما فات نادي بلش يستخدمها، في شيء اسمه بتستخدموه تنشيف دهون حتى يمكن بيختلف شكل الجسم او العضله او تمام. حرق سعرات، شو الشروط اليوم؟ طيب اذا انا بدي اخذ هي، حابب اخذ هي الهرمونات او المكملات يعني بجرعات وفق اشراف معين، شو الشروط اللي لازم انا يعني اتبعها لحتى احصل على النتيجه الصحيه المثاليه؟ تمام، هلا انا بدي اخذ هرمونات او انا بدي اتبع بهذا المجال، بدي يكون هذا المسار مساري، يعني انا بدي اكون محترف، بدي اشارك ببطولات، او انا خلص هذا المجال لإلي، تمام، وبدي فوت بهذا المجال بده يكون في دكتور طبعا متابع، انا بيكون في كوتش كمان مراقبني، كله بده يكون تحت اشراف طبيب، لانه يعني مو لعبه ابدا، قصه كثير خطيره، يعني عم بيلعب، يعني الواحد هي يعني شو بدي اقول لك، انه شغلات اساسيه بجسمه، يعني واحد عم بيلعب اعدادات جسمه، خلينا نقول. طيب كوتش يعني ذكرت نقطة كثير 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 مهمة، إنه نحن عم نشوف على النت حركات، نكتب جوجل يوتيوب أو انستغرام أو أي شيء وبنصير بدنا نحن نقلدهم وبدنا نقسى على حالنا، طيب هون قديش في فيدباك رح يصير للجسم إذا ما تقبل الحركات، إذا كانت الحركات بشيء غلط من الاستخدام، قديش هذا الشيء مضر؟ اكيد هلا هذا الشيء مضر، لانه انت بتجوز تعمل حركه غلط تاثر على المفاصل، تاثر على يعني على مفصل الكوع او على المعاصم، فلازم اكيد يكون في كوتش لانا اتبعه حتى اعمل هي الحركات، مو انا اعمل هي الحركات من عندي، بيكون انا عندي مثلا ضعف بعضله البايسبس الخارجيه وانا بكون عم بلعب مثلا قوي الداخليه، هي اجمالا عضله البايسبس الداخليه عندي قويه، يعني لازم اشتغل على عضله البايسبس الخارجيه، فاني اشوف حركه واعملها هذا الشيء كثير غلط. طيب خلينا نحكي كوتش اكثر، شو النصائح اللي ممكن توجهها للشباب او حتى الصبايا اللي حابين هيك يتمتعوا بجسم مثالي سواء على صعيد الغذاء او حتى لما يروحوا على النادي او يمارسوا اي نوع من انواع الرياضه؟ تمام، هلا نصيحتي هي للشباب انه نحن نبعد كل البعد عن الستيرويدز، نلجأ للغذاء الصحي، نتبع دايت، نوم الكافي، شوية صبر، هذا الشيء كثير كافي انه انا اعمل فورما اللي انا بدي اياها بدون اي شيء ثاني وبدون اي مكملات. طيب عم نشوف اي حدا ببلش جيم بياكل له شيء 17 18 بيضة مسلوقة، شيء بشيل الصفار، شيء بيقول لا بناكلها نية، فيعني في قصص الاوفر قديش هي يمكن بتأثر سلبا ولا لا البيض عادي؟ لا هلا اكيد في اكيد كل اي شيء زاد عن حده قلب ضده، يعني صار شيء غلط، تمام؟ فممكن الواحد يوصل لمراحل بلعبة كمال الأجسام يضطر ياكل هي الكميات لأنه صار حجمه العضلي كثير كبير، تمام؟ فإنه هو صار لازم ني بفيد؟ لا هلا ني هلا هي اختلفوا عليها إنه ني مفيد وني مو مفيد، بس هو أكيد له أضرار كثير على المعدة، بالصيف تمام؟ إيه بالصيف كثير مضر جدا، فا يعني ابدا ما لها داعي كثرة هالشغلات، يكون هو في نظام مثل ما قلت لك، إنه لازم يكون في، إذا في نظام غذائي انا بعرف شو لازم، شو كميه البروتين لازم اخذها، شو كميه الكارب، شو كميه الدهون المشبعه، خلص بمشي على هذا الاساس، يعني بحسبهم مثلا 8 بيضات كافي باليوم للشاب انه هو يفطرهم او 10 بيضات، تمام. طيب
كوتش خلينا كمان نحكي عن المكملات الغذائية. مثل ما قلنا على السوشيال ميديا كتير منشوف يعني أنواع معينة، في منها بيكون تجاري كمان وفي شيء يعني مضمون، يعني من كثرة الأنواع اللي عم نشوفها مثلا على السوشيال ميديا أو حتى بالأماكن المعينة، هاي الكثرة ممكن خبرتك يكون في شيء له تجاري، كيف فينا نعرف يعني المكمل المفيد من المكمل التجاري؟ تمام. هلا هو ما في شيء انه اسمه مكمل مفيد ومكمل تجاري. المكملات الغذائيه مثل البروتين باودر او الكارب او الامينو او الكذا، هدول بشكل عام انه هن اضرارهم خفيفه، لانه هن بس بده مثلا كتره مي، انه انا بس كتر لهم مي. تمام، يعني ما اخذ تكون عم بشرب كميه المي الكافيه مشان ما ياذي الكلاوي او ياذي كذا. بس هو الاضرار الكبيره بتجي من طريق الهرمونات. يعني المكملات ما لها كثير هالاضرار الكثير قويه، لانه هي متممات غذائيه. تمام. يعني كوتش بالختام بدنا نتمنى نحن وغيرنا نلتزم بالرياضة، لأنه عن جد الرياضة حياة. الرياضة هي بتريح شوي نفسيتنا من الستريس، بتفرغ طاقة، جسمنا بصير أحسن، أهين، أروق، كلنا هيك بنصير أنشط كمان. نتمنى هيك الكل يلتزم بالرياضة، واللي ما عنده وقت فيه يمشي، فيه يسبح، هلأ على الصيف يمارس أي رياضة. أي رياضة. تمام، بدنا نتشكرك كتير على المعلومات اللي قدمتنا إياها. شكرا كتير لك كوتش. شكرا.